ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بس عايزين ننوه تنويه سريع لجماهير النادي الأهلي إنها تقدر تخش على حسابات القناة وتختار لنا رجل مباراة اليوم. ماشي. من خلال فيسبوك وتويتر. كابتن علاء ميهوب، من وجهة نظرك مين هو رجل المباراة اليوم؟ في النادي الأهلي طبعًا. أكيد. كده شكو. لا بص يا ايمن، هي مشكله هتواجهنا، مشكله ان التغييرات كتير قوي والاوقات يعني كل واحد لها، بس لو هتاخد رايي انا مثلا اقول لك مثلا محمد مجدي لعب وقته قليل قوي لكن انتاج عالي جدا. صحيح. حتى اللمسات لو عملت عدد اللمسات اللي عملها وشفت الاجابات اللي فيها هتلاقيها كتير جدا، فمش مش مشكله الوقت، المشكله انتاجك انت ايه. انا من رايي انا محمد مجدي. كابتن عادل، انا برضو شايف يا بتفق مع كابتن علاء، وانا شايف ان هي مناصفه يعني. وليد ادى الشوط الاول هايل، وليد كان احسن لعيب في الشوط الاول، وقفشه كان مميز جدا في الشوط الثاني، الاثنين يتقاسموها يعني، ولكن هنقدر نقول قفشه عشان قفشه برضو سجل هدفين، فممكن تديه الافضليه ان هو يبقى رجل المباراه يعني. كابتن هاني العجيزي والاسباب. ما ينفعش بثلاثة، لازم اثنين. لا ماشي، هو واحد. هو واحد كمان. طيب هو بس طبعا قفشه ما فيش خلاف عليه طبعا، لان زي ما الكابتن علاء قال الراجل نزل احرز هدفين وعمل اسيست جاب منه بادج جول. لكن انا برده في ياسر ابراهيم الشوط الاول، انا شايف ان ياسر ابراهيم برده يستحق ان هو يبقى مناصفه بينه وبين قفشه، لان ياسر ما شاء الله عليه النهارده غطى في واحده كان سهل جدا ان هي تدخل فينا جول، وجاب احرز هدف كمان، هدف رائع بدماغه. فده غير طبعا الاداء الرجولي ليه، طبعا ياسر معروف عنه ان هو راجل في الملعب ودايما في المواقف الصعبه يعني. ممكن يا كابتن ايمن ممكن تلاقي ياسر ما بيلعبش خالص بقاله فتره بعيد، لكن اول ما تيجي مثلا يحصل مناسبه ان هو يجي يلعب بتلاقيه فعلا راجل واقف على رجله وبيأدي بشكل كويس جدا، وده اللي انا عارفه عن ياسر من ايام ما كنا مع بعض في سموحه، لكن هو لعب راجل فعلا. وانا شايف ان مجدي قفشه الشوط الثاني وياسر مناصفه مع ياسر في الشوط الاول. اختار لنا واحد، مش عايزينك توهنا. واحد؟ طب عشان ياسر بقى مصاب فممكن نديها لياسر. كابتن محمد يوسف والاسباب. قفشه ووليد سليمان. الشوط الاول قفشه، الشوط الثاني وليد سليمان، الشوط الاولاني وليد سليمان، الشوط الثاني قفشه. الاثنين ادوا اداء عالي، قفشه قدر يعمل الهدف ويجيب هدف، وليد احرز هدف في هو المبكر. الاثنين من اللعيبه المميزين لما بيبقوا يعني في حالتهم، النهارده اتحركوا وفي استلام وفي حيويه في ادائهم، بيفرقوا جدا مع النادي الاهلي وبيظهروا النادي الاهلي. فانا رجل مباراه هم الاثنين دول، والتغييرات كتيره طبعا، فخلت بقى قفشه الشوط الثاني ووليد الشوط الاول. ولو اخترنا واحد من قفشه ووليد؟ ايوه. انت مصمم حد لازم يعني واحد عشان لازم هنا في اثنين وهنا في اثنين. محمد وليد. اختار محمد وليد. محمد وليد. ممكن او وليد محمد. وليد قفشه. قفشه بقى قفشه لانه صنع هدف وجاب هدف. جاب هدفين. يعني وجاب هدفين. ضربه جزاء. يبقى احنا الاغلبيه دلوقتي محمد مجدي قفشه هو رجل المباراه. كويس. اخر سؤال برضو لينا احنا الاربعه، هل قدر يتعامل مستر فايلر النهارده مع اخر مباراه وديه بفكر هجومي مختلف عن المباريات اللي فاتت؟ بما اننا اتكلمنا عن الفكر الهجومي لمستر فايلر. لا مستر فايلر فكر هجومي واضح من اول يوم جه في النادي الاهلي، بس تغير فكرك الهجومي ده حاجه مش سهله، لكن انت هو من اول يوم الراجل فكره واضح، خصوصا في الثلث الاخير ازاي يتحرك، ازاي يبقى يلاقي دايما الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عليهم، اخسر ثلاثي هم دايما راس تحت راس الحرب. لكن انا شايف ان هو فكر هجوم واضح جدا النهارده. النهارده ايمن لو اتكلمنا على التجربه بشكل عام للنادي الاهلي، انا شايف ان هي تجربه مفيده، ماليش دعوه بالنتيجه وماليش دعوه بالمنافس، انا بتكلم على شكل اداء لعيبه النادي الاهلي. بدنيا تحس ان لا ان الحاله البدنيه مطمئنه، حتى اللي لعب 60 دقيقه 60 دقيقه طالع مش تعبان. يعني لو شفت شكل لعيبه النادي الاهلي وهم بيغيروا، لا مش اللي هو تعبان او في كرشه نفس، لا الامور اعتقد ان هي كويسه. عشان كده هو زي ما بقول لك انا واتفقنا كلنا في الاستوديو ان هو ما عملش مباراه وديه كتير السبب ده، هو عارف لعيبه النادي الاهلي واقف فين بالظبط. كابتن عادل. لا انا شايف في يعني الاداء الهجومي بعد فتره التوقف هيبدا يتطور فيه حاجات. قبل التوقف كان في حاجات كتير موجوده، ولكن بعد التوقف هتبقى في حاجات، يعني انا شايف ان في حاجات زادت. لو جبنا اي لقطه مش في دقايق معينه،
لاي كره تطلع على الطرف من الاطراف من على فرقه الاهلي هتلاقي ان جوه ال 18 خمسه او سته لعيبه كل الكور اي كره لو جابوا لنا اي 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 لقطه عشوائيه لاي كره راحت على طرف من الاطراف هتلاقي ان في اربعه متواجدين الباك موجود والاربعه الاثنين راس الحرب او رقم 9 ورقم 10 والاثنين وينج ومعاهم ديفندر كمان صحيح. هتلاقي ان الكره دي طول الوقت موجوده ودي مع الوقت بتديك انت احساس وانت بتلعب حتى يعني في تعليقات سامي كمان ان احنا طول الوقت مستر فيرر طول الوقت بيتكلم على الجانب الهجومي هتلاقي صح. كل اللعيبه بتدخل ال 18 ودي حاجه مهمه جدا وصعب على المدافعين يعني صعب الفرق انك تبدا تعملها تكتيك دفاعي بسهوله يعني كابتن هاني انا شايف فعلا ان في 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 شغل معمول في 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 الشق الهجومي قدام ان في ناس كتير بتروح زي ما كابتن علاء قال وزي ما كابتن عادل قال ان الناس كلها عايزه تثبت نفسها كابتن ايمن الناس كلها عايزه تقول ان احنا موجودين بدليل النهارده ان في ناس يعني بادجي جاب احرز هدف قفشه جاب جولين الناس كلها عطشانه عايزه تثبت لنفسها تثبت للراجل ان هي موجوده وان هي تستحق ان هي تبقى موجوده الفتره اللي جايه وده شفناه النهارده في المباراه وفعلا زي ما قلت عادل برضو قال ان في كثافه فعلا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال والماتش اللي فات برضو ماتش سموحه كنت شايف ان عمرو السوليه برضو كان بيأدي الدور الهجومي بشكل كبير جدا وحته الشوط عنده بيزودها وبادجي نفسك اليانج برضو نفس الكلام الراجل برضو بي 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 عنده الحته الهجوميه فعاله جدا فانا شايف ان الراجل فعلا شغال على الفتره دي في الحته الهجوميه بشكل كويس يعني كابتن محمد يوسف وعندي طياره كمان ساعتين اشمعنى كابتن يوسف يعني في الاختصار لو سمحت عايز الاختصار الراجل من اول ما جه وشغال على الحته الهجوميه وبيطلب اللعيبه انها تهاجم طيب بكده اعزائي بعد كده كابتن ما تبقاش تعمل طيران بعد الاستوديوهات طيب ماشي تبات وتبقى تسافر بكره بالسلامه بكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي بنشكر نجومنا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب الف شكر شكرا يا مدرسه بالسلامه ان شاء الله كابتن عادل مصطفى الف شكر كابتن هاني العجيزي الف شكر توصل بالسلامه كابتن ترجع لنا كابتن محمد يوسف الف شكر والشكر ايضا موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل لقاء بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.